جهود كبيرة تبذلها الدولة والقيادة السياسية في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومواجهة العشوائيات في مختلف المحافظات، والتي ستكون بنهاية 2020 تم الانتهاء من العشوائيات بشكل كامل في مصر. ورغم التحديات التي واجهت الدولة على مدار السنوات الأخيرة، فقد قامت بتحركات في كل شبر من مصر للتخطيط والتوسع والبناء والزراعة والصناعة في مختلف المحافظات. وتعد أكبر التحديات الحالية هو التخلص من العشوائيات بنهاية 2020 وبناء 250 ألف وحدة سكنية كاملة المرافق بتكلفة 38 مليار جنيه. دكتور عمر صالح، اوكي. للمزيد مشاهدينا حول هذا الموضوع وعن ملف العشوائيات في مصر ينضم الينا دكتور عمر صالح، استاذ الاقتصاد السياسي. ارحب بك دكتور عمر بدايه على شاشه اكسترا نيوز. اهلا بك، مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدي. نعم، يعني دكتور عمر، كان لا يمكن لاحد ان يتوقع وانه في خلال يعني وغضون 6 سنوات ان تكون مصر اليوم على مشارف القضاء على العشوائيات بشكل كامل، خاصة انه هذا الملف، ملف القضاء على العشوائيات، هو ملف شائك على مدار السنوات، وعجزت حكومات عديدة يعني عن التخلص منه على في عدة عهود. كيف استطعنا اليوم الوصول إلى هذا الإنجاز دكتور؟ هو ما كانش حد يتخيل إن بعد الثورة لما تقعي بنسبة نمو 1.8% إن كنت تطلعي لنسبة نمو 6.5%، وإن إحنا كنا حاطين بروجكشن إن إحنا نوصل، وأنا بقول لك من 1.8 أو 1.5 إلى 7.8 و10، ما كانش حد يتخيل. صحيح. هذا. ما كانش حد يتخيل إن إحنا لما نوصل لأن نسب في التضخم تعدي ال 100% إن إحنا ننزل لل 8% أو 9%. ما حدش كان يمكن، حتى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لو تفتكري في 2012 لما كنا بنحاول ناخد قرض كم مليار قعد 14 شهر في المفاوضات وفي الاخر اترفض القرض. النهارده نفس المؤسسه الدوليه صندوق النقد الدولي او البنك الدولي النهارده بعد ما كانوا سبتك، بعد ما كانوا عندهم يعني نوع من الغموض في الرؤيه على موقف مصر، او حتى مش غموض، حتى عدم تيقن وتاكد ان الدوله المصريه لن يكون لها قائمه، ودي تصريحات كانت كريستين لاجارد في هذا الوقت. نفس المؤسسات الدوليه بترجع تحط بوزيتيف انديكيتورز، بتحط مصر في المؤشرات الخضراء، بتحط مصر حتى كليسنز ليرند او كدروس مستفاده في خطط الاصلاح الجريئه. وبالتالي احنا فعلا وصلنا الى حاله جيده جدا من الاداء الاقتصادي مقارنه باللي كنا وصلنا له. احنا فجاه اطفى علينا النور وابتدينا ان احنا نجمع نفسينا، وتفتكر السيد الرئيس في بدايه حكمه كان بينادي المصريين بالتماسك، والتماسك بمبادئ الوطن وقيم الوطن، لان يعني احنا في مرحله حرجه. واي اصلاح اقتصادي، اي اصلاح اقتصادي لازم ليه فاتوره. مفيش اصلاح اقتصادي بدون دفع مقابل، مفيش اصلاح اقتصادي مجاني. اي اصلاح اقتصادي باهظ الثمن، واحنا شفنا وقلنا هذا الكلام من قبل ان البطل الحقيقي في عمليه الاصلاح الاقتصادي هو المواطن المصري اللي استحمل فترة حرجة. والسيد الرئيس كان صريح جدا وشفاف الى اقصى حد اللي لما اخبر المصريين ان هنمر بفترة صعبة وان علينا ان نتكاتف، لان احنا لا بديل امامنا، لا بديل امامنا، لان احنا نعبر هذه الفترة. يعني لما بيقول نوع ل 1.5% نص في المية، احنا محتاجين كنا 10% نسبة نمو اقتصادي، لان عندك مليون شخص داخل سوق العمل سنويا، مليون شخص، هتجيبي فرص عمل منين؟ هتجيبي كل سنة مليون فرصة عمل منين؟ الا اذا كنت بتعدلي الحال المايل وبتصلحي ما افسده الزمن، وده محتاج شجاعه كبيره. وعشان كده
لازم ان احنا. وهناك يا دكتور يعني كما ذكرت اشادات وتقارير يعني من عده مؤسسات دوليه وازنه تشيد بالاقتصاد المصري اليوم، وايضا يعني اصبح هناك ثقه بين الاقتصاد وبين مؤسسات اقتصاديه كبرى يعني على مستوى العالم، وكما ذكرت انه موضوع القروض وما الى هنالك تغيرت سابقا عما هي عليه الان. مش بس قروض، احنا التصنيف الائتماني بتاعنا يعني انت عندك مؤسسات زي ستاندرد اند بور وموديز وفيتش، كل هذه المؤسسات بعت لمصر ملاءه عاليه جدا بالملاءه الماليه، في حين انها خفضت التصنيف الائتماني لبعض الدول في المنطقه زي تركيا على سبيل المثال. وهذه المؤسسات اللي بتطلع تقارير سنويه وتقارير دوريه ما بتكذبش، لو مش مصلحتها انها تكذب، بالعكس بتبعت ميشن وبعثات الى الدوله وبتعمل ميشن ريفيو، بتراجع البيانات وبتقعد مع الاطراف المعنيه، وبتقعد مع الحكومه، وبتقعد مع القطاع الخاص، وتنزل الشارع، وبتلاقي المؤشرات والتقارير اللي بتصدرها فيها كثير جدا من المصداقيه. فلما توصل المؤسسات الاقتصاديه والماليه انها تصنف الدوله المصريه على انها دوله امنه اقتصاديا، بعد ما كنا زي ما قلت كنا في حاله مش بس كده، كمان احنا 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 انجزنا عدد كبير طبعا من المواطن عارف هذا الكلام، عدد كبير من المشروعات القوميه كلنا بنشوفها كل يوم، في سواء في مجال الري، في مجال الزراعه، في مجال الطاقه، في مجال الكهرباء، في مجال الطرق والاسكان، مشاريع عملاقه في وقت انت محتاجه ان انت تحافظي على كل مليم وعلى كل قرش وعلى كل جنيه في الموازنه العامه. فكونك انت تعملي هذه الانجازات وتصرفي هذه المشاريع وفي نفس الوقت تحاولي ان انت توفري من الموازنه العامه او تحتاطي من العجز في الميزانيه، دي معجزه اقتصاديه اخرى، دي فعلا معجزه اقتصاديه اخرى والمؤسسات الدولية أشادت بيها. وبعدين ما فيش استثمار وما فيش تنمية إلا لو كنا بنحافظ على 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 على, على تراثنا وعلى مواردنا وعلى وعلى إمكانياتنا، لأن العدد بيزيد، إحنا دولة فوق ال 100 مليون، عندنا أعداد كبيرة داخلة إلى سوق العمل سنوياً، فمحتاجين مشاريع. صحيح، يعني عند هذه النقطة بالتحديد دكتور عمرو، خطوات الإصلاح الاقتصادي خلاص تم اتخاذها واتخذت يعني بالفعل، ولكن يجب بالضرورة أن يكون هناك استمرارية وحتمية لمتابعة هذه الخطوات الإصلاحية لضمان الديمومة والاستمرارية هنا على النحو الذي يعني يسير الآن، ولكن كيف نعمل بالفعل على ضمان استمرارية هذه الخطوات وعلى استدامتها على المدى البعيد؟ صحيح، سؤالي جاي جدا، لأن احنا مش بنتكلم على ان احنا ننافس ولا في منافسة، لا، بيتكلم على ان احنا لازم يبقى في التنافسية، والتنافسية مش معناها ان احنا نعمل شيء النهاردة ونقف، لا، التنافسية معناها ان احنا نستمر ونستمر ونستمر ونجري ونبقى أسرع، لأن لو أنت عملتي مشروع مشروعين اللي حواليك يعملوا ثلاثة وأربعة وخمسة، وبالتالي مش مهم ان انا اعمل، لا، المهم ان انا اكون اسرع واكون اقوى. وده سباق الاقتصاد العالمي او ده سمه الزمن اللي احنا عايشين فيه، ان احنا علينا ان احنا لا نتوقف. هذا سباق، والسباق محتاج ان احنا نكون على اقصى، زي ما بقول كده، على اقصى درجات الاستعداد القتالي الاقتصادي، ونعرف ان احنا في معركه. حتى المفاهيم الاقتصاديه اللي احنا بنتكلم عليها النهارده هي كلها مفاهيم عسكريه، ايكونوميك استراتيجي، استراتيجيه او استحواذ او غزو اسواق، كلمه غزو كلها مفاهيم عسكريه. فلازم نعرف ولازم شبابنا يعرفوا ان احنا في حرب وليس في نزهه اجتماعيه ولا نزهه اقتصاديه، لا، احنا في حرب، لان الاقوى النهارده بياكل الاضعف، مش الاقوى بياكل الاضعف. احنا كنا بنقول زمان، ان يمكن مقوله ظريفه، ان كان زمان يقال ان السمك الكبير ياكل السمك الصغير، اما اليوم اصبحنا نقول ان السمك السريع ياكل السمك البطيء. فالعبره اليوم ليست بالحجم الدول، ولكن بسرعه هذه الدول على انها تقدر تشتغل بشكل اسرع. وزي ما انا قلت لحضرتك، عندنا 100 مليون داخل، مليون تفاضل لسوق العمل كلهم الشباب، محتاجين ان انا اخلق فرص عمل، وده مش هيجي وانا قاعد مستني خطوات الاصلاح او حتى ما شاركش خطوات الاصلاح. يمكن احنا شفنا، وخلينا ادق على النقطه دي لو سمحتي لي، الانتقادات اللي وجهت في الفتره الماضيه في موضوع المباني وموضوع الارض الزراعيه. لازم نفهم ان احنا لو ما غيرناش، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، ما حدش هيغير، ما حدش هيصلح.
الاصلاح والهنا والرضا والسعاده مش هتنزل من السماء. طيب دكتور، دكتور عم سؤال اخير قبل ان اختم مع حضرتك، المشروع اللي تمت على مدار الست سنوات الماضيه كان اغلبها مشروعات مرتبطه بالبنى التحتيه، مشروعات مرتبطه بالاسكان ورفع كفاءه قطاع الطاقه، هل كان المردود الاساسي والمباشر هو الرفاه الاجتماعي وهي بالفعل يعني هدف وغاية مهمة، أم كان هناك مردود اقتصادي مباشر من هذه المشروعات؟ لا، هو طبعا المشروعات القومية أو أي مشروعات بنية تحتية بتقوم عليها عملية التنمية، والتنمية كنت بتتكلم على الرفاه الاجتماعي وعلى البروسبرتي على جودة الحياة، التنمية مش هتتم إلا لو كان عندي سرعة في الأداء. لكن خليني معلش لو سمحتي أرجع بس للنقطة السابقة عشان بس أختم عليها، إن إحنا عشان نعمل تنمية لازم يبقى عندي مكاسب ولازم أقلل الخسائر. احنا عندنا خسائر كتيره جدا في مجال الارض الزراعيه، عندنا خسائر كتيره جدا في مجال البنى العشوائي، ولازم نعرف ان تكلفه الجنيه اللي بحطه اليوم علشان اعمل شيء جيد او علشان ابني شيء جديد ومحترم لو ما عملتوش النهارده وما صلحتش النهارده هدفع في المستقبل 5 جنيه، فالعلاقه 5 لواحد. يعني لو انا ما صلحتش النهارده وصلحت النهارده هصرف 5 جنيه او 5 اضعاف التكلفه اللي انا هصرفها اليوم عشان اقدر اصلح. فلازم نعرف ان احنا محتاجين ان احنا نبني، لازم نعرف محتاجين نبقى عندنا مشروعات كبيره ومشروعات بنيه تحتيه، لان كل الدول حتى الدول حوالينا حتى الدول الصغيره اللي عملت قفزات اقتصاديه وحققت نسب نمو كبيره واستطاعت انها تستحوذ على الاستثمارات الخارجيه وتجذب استثمارات خارجيه مباشره من الخارج، كلها دول انفقت واستثمرت على البنيه التحتيه. فالانفاق على البنيه التحتيه ولذلك المشروعات زي ما انت قلت زي الكهرباء وزي الطرق وزي كل مشروعات البنيه التحتيه ليست رفاهيه، لكن ده استثمار هيعود على المواطن بالرفاه الاجتماعي او جوده الحياه. نعم. زي ما احنا بنقول. اشكرك شكرا جزيلا دكتور عمرو صالح استاذ الاقتصاد السياسي، كنت معنا مباشره عبر الهاتف.